ليش؟ ده الاحمر احمر خلاص. طب لو انا خليته كده مثلا، بص بقى خليته كده هيبقى ايه؟ احمر احمر. بالنسبه لنا احنا كبني ادمين احمر احمر، مش هنلقط التغيير، مش هنقدر نلحق الدرجه اللي اختلفت دي، عينينا مش هتجيبها. ممكن تجيبها وانا بعمل ريفريش، لكن هتيجي تبص للاحمر برضه ولا حاسين بحاجه. بس في 5 درجات راحت في النص، ولا شوف كام درجه راحت في النص منك خلاص. لكن هو احمر مازال، لان الدرجه مش ولا تخبيط ولا كلام. الدرجه ايه؟ الدرجه صغيره جدا، العين بتاعتنا احنا ما تجيبهاش. العين بتاعتنا احنا ايه؟ ما تجيبهاش. العين بتاعتنا ما تجيبهاش خلاص. المهم طبعا لو عملت كده اشوف الناس فهمت ولا لا. ها اخضر، ده الاخضر اخضر خلاص. طبعا في 3000 درجة من الاخضر اساسا. طب كده خلاص. طب كده اسود ليه؟ ولا حطيت فرشه بيض ولا احمر ولا اخضر ولا ازرق ولا اي حاجه، ضلمتها خالص. لما احط درجات الاحمر على الاخر ودرجات الاخضر على الاخر ودرجات الازرق على الاخر تديك ابيض، لكنها اعتبرها لمبه كده، اعتبرها اصل الجهاز مش حاجه زي كده، اعتبرها لمبه نورها سنه نورها سنه نورها سنه نورها سنه. لما تكون طافي الاحمر وطافي الاخضر وطافي الازرق اسود. لما تكون فاتح الاحمر على الاخر وازرق على الاخر وابيض واخضر على الاخر يديك ايه؟ ابيض. لو عملت كده اسود عشان كله صفار، لو حولتها كده اداني ايه؟ ابيض. طبعا انا مش بشرح في البيجي كالر، انا بشرح نظام الالوان جوه ال HTML عموما، جوه ال HTML ايه؟ عموما خلاص. في خاصيه اسمها لينك، ودي بتغير لون اللينكات الكامل في الصفحه. عارفين لون اللينكات؟ نعمل مثلا ازرق كده او درجه من درجات الازرق خلاص. ممكن اخليه اللينكات تطلع عندي بالريد مثلا، هتلاقي ان كل اللينكات الصفحه طلعت بالاحمر. كل اللينكات الصفحه طلعت بالايه؟ بالاحمر. في هنا في لينك، والفي لينك دي اللي هي اللينكات اللي اتظهرت، بمعنى ايه؟ في لينكات دخلت عليها وفي لينكات ما دخلتش عليها قبل كده. نعم. الساعة 10:30 10:30 بعد كده 9:30 ما تجيش. في لينك في لينك خلاص، دي اللينكات اللي اتظهرت. ممكن كنت دخلت على لينك قبل كده بتلاقي لونها مختلف، ممكن تظبط لون ليها ايه مختلف. طيب وفي خاصية تانية اسمها تكست، واحنا عارفين التكست اللي في النص بتاع الصفحة دايما بيبقى اسود، دايما بيبقى ايه؟ اسود. ممكن نغيره نخلي لون اساس الصفحة مثلا ازرق، الصفحة بتاعتنا كلها يبقى الكلام فيها بالايه؟ على حسب ما انت محتاج، على حسب ما انت محتاج. ده اللون الاساسي للكلام، اللون الاساسي لمين؟ للكلام. ممكن برضو اقدر اظبطه هنا. طيب هو الديفولت بتاعه اسود. دي شويه يعني خصائص، انا مش هشرح الخصائص، انا بس حبيت اوريك شويه خصائص، لكن انا مش هشرح الخصائص كلها، انا عايز اشرح التاجات. عايز اشرح الايه؟ التاجات. في بعض التاجات المختلفه جوه البادي، زي عارفين اتش 1 واتش 2، ده اكبر حجم عنوان، حجم عنوان اصغر منه اصغر منه اصغر منه اصغر منه اصغر منه، اصغر حجم عنوان اتش 6 اتش ايه؟ اتش 6. يبقى اتش 1 اتش 2 اتش 3 مش عارف ايه، ده كله حجم العناوين خلاص. بعد الاتش 1 والكلام ده كله في عندنا البريك اون لاين اتش ار. الاتش ار دي بقى قال لك الاتش ار ده يعمل لك خط، اتش ار ده يعمل لك ايه؟ يعمل لك خط. يعني عملت كده طبعا خط مقفول في ساعتها، ما بعرفش اقول نهايه الخط اهو، بقول خط خلاص. يعني لو جينا عملنا كده ريفريش قال الخط اهو طلع، ده اتش ايه؟ ده اتش ار. اتش ار ده بيعمل خط. طبعا في مجموعه من الخصائص كتير جدا في الاتش ار، زي مثلا العرض بتاعه
ممكن اقول له سايز، انا مش قادر اخش في الخصائص بصراحه، ممكن اقول له 50، بس انا اخش في الخاصيه دي عشان دي خاصيه القياس، عشان دي خاصيه الايه؟ القياس، فانا عايز اتكلم عن القياس. لو قلت 50% كده يبقى 50% للايه؟ للصفحه. معلش الويتس تاخد بالك ان هو بقى 50% من الايه؟ طب لو انا سرقت صفحه بيصغر معايا، لكن بيبقى دايما محافظ على نفسه 50% من الصفحه، دايما محافظ على نفسه 50% من الايه؟ ايه؟ هل الخط ليه فوق وتحت؟ ولا ليه سمك؟ ولا ليه سمك؟ سمك نص ازاي؟ الصفحة هنا مثلا؟ طيب يعني هيكون في حاجات قبليه. يعني هو اوريدي بيظبط نفسه مع التاني. مع الحاجة اللي أنت كاتبها. يعني أنا كاتب قبليه كده. خلاص يبقى الـ HR جاي بعد كلمة هلو، يبقى هينزل بعد كلمة هلو على طول. مظبوط كده؟ لكن هو بيحافظ نفسه دايما على 50%. اللي أنا عايز أتكلم عليه مش ده بس طريقة القياس. بأول طريقة قياس خدناها اللي هي النسبة المئوية، اللي هي نسبة إيه؟ طب لو أنا شلت 1% كده بقى 50 بكسل، أو بلاش 50 بكسل نخليها عشان نشوفها 200، 200 بكسل يعني 200 نقطة على الشاشة. والله بقى كبر صغر هم 200 نقطة على إيه؟ على الشاشة. يبقى في عندي طريقة البريسنت، بريسنت اللي هي النسبة، برسنتج النسبة، وفي عندي البكسل إن أنا أقيس بالإيه؟ بالبكسل. لو رجعت كده وعملت ريفريش هو لو كبرت زي ما هو، لو كبرت زي ما هو، هو حافظ على نفسه 200 بكسل. لو صغرت على اخر اخره 200 بكسل، اخره 200 ايه بكسل، ولا يصغر عن كده ولا يزيد عن ايه؟ عن كده. طب لو انا كنت عامله مثلا 500 بكسل والراجل قاعد يصغر في الصفحه، قال لك ما يصغرش، يديك سكرول، بس هو برضه يقعد محافظ على نفسه ايه؟ هو محافظ على نفسه زي ما هو 500 بكسل ما بيصغرش. طبعا ساعات بنحتاج ده وساعات بنحتاج ايه؟ ده. يبقى القياسات عندنا ساعات تقاس بالبكسل او تقاس بالبرسنتج اللي هي النسبه المئويه. فيها مشكله دي؟ طيب بعد كده في عندي، طبعا مش عايز اتكلم عن الخصائص بتاعته، انا بس بحاول كل خاصيه غريبه ابدا اشتغلها. يعني مثلا عندك خاصيه اسمها نو شاد. ايه نو شاد دي؟ لو خدت بالك كده هتلاقي ان الخط اكنه مفحور، اكنه ايه؟ عامل له ذل كده، ما اعرفش يوقع عندكم ولا لا. واضحه المفروض، يعني لو ركزت هتلاقي ان في ذل، اكنه مفحور كده في الصفحه. نو شاد معناه بقول له ما تعمليش اي اي ظلال، مش عايز فيه اي ظلال. لو عملت فريد فريش بقى سوليد، بقى خط مستقيم ما فيهوش ولا مفحور ولا حاجه. بالتالي انتوا خدتوا بالكم من التغيير. ده بقى خط خط. بالتالي كان فيه كده زي ميل كده او حاجه. طب الخاصيه دي مالهاش قيمه، الطبيعي بتاعنا نعمل ايه بقى؟ نعمل كده، لو احنا عايزين نمشي متوافقين مع الجديد نعمل كده. نو شاد. على طول نو شاد بتساوي نو شاد. لكن ما ينفعش اقول نو شاد وخلاص. لكن كانت بتمشي وكانت شغاله مفيش مشكله. ودلوقتي برضه ما تكتب نو شاد بتساوي نو شاد برضه شغاله مفيش ايه؟ مفيش مشكله. خلاص كده؟ ده بالنسبه لمين؟ دي اتش ار. عندنا بي بتعمل بولد كلها، الكلام بيطلع تقيل طبعا ده عارفينها. عندنا فونت، فونت انتوا كلكم عارفينه اللي هو تنظيم الخط. لو جينا مثلا على كلمه هلو في تاج اسمه فونت واقف بسلاش فونت، هو بيقفل لك لوحده. يعني فونت وسلاش فونت، الفونت ده بيشيل ثلاث خواص، خاصية فيس وليه اسم نوع الخط اللي انت عايز تكتب بيه. مثلا امبارد ده نوع خط، والسايز حجم الكلام، وده يبدا من اول 7 لغاية 1. من 7 لغاية كام؟ 1. 7 اكبر حاجة و1 اصغر ايه؟ اصغر